تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم ما وراء الجدران. مشاهدينا الكرام، موضوع سهرة اليوم هو اغتصاب طفلة قاصر لم تتعدى 14 سنة من عمرها من طرف شخص يكبرها ب 25 سنة. هذا الأخير اللي وعدها بالزواج وببيت زوجية مستقر، لكن وللأسف اعتدى عليها بطريقة وحشية، والآن راهي تواجه مصيرها في المجتمع الذي لا يرحم. كل هذا مشاهدينا الكرام حنفصلوا فيه، لكن قبل ذلك نرحبوا بالحضور معنا هنا في البلاتو. معنا كالعاده الاستاذ عبد الحفيظ كورتال، اهلا بك استاذ. شكرا. معنا كذلك الشيخ شمس الدين. شكرا جزيلا شيخ. شكرا. معنا كذلك امينه، ولو انه امينه انت اخترتي هذا الاسم باش ما تظهريش به، في عمرك 14 سنه فضلتي اسم اخر باش ما يتعرفوش عليك ربما العائله. ومعنا كذلك الوالده ديالها. سيدتي انت قلتي ان انا الحاجه محقوره، قولوا لي الحاجه محقوره. نبدا من هذه الكلمه، وعلاش الحاجه محقوره؟ كيخدعني في بنتي، تخطبها وامنته وعجب بيا كما حبوا. نعم، خطبك في بنتك، بنتك 14 سنه، تعرفت على هذا الشخص هذا في عمره اكثر من 40 سنه. كان يجيكم المنزل، يجي صاحب وليدك. تعرف على الطفله البنت امينه، كانت تقرا هي انذاك، يعني مازالها في عمرها 15 سنه اليوم. انا تعرف عليها وعدها بالزواج، بعد ذلك كيفاش حكينا التفاصيل كيفاش بدات؟ هشك فعل فيها قبل ذلك كي كان يجيكم للدار كيفاش عرفها؟ بنتي وانا عيت لي ما ومنها كان يقولها بنتي بناتي امل بنتي وامينه ومن بعد تشوفي وش صرا. كيف نحن نسقسيو امينه، انت كان يجي هذا الشخص لداركم؟ ايه. كان يتردد عليكم؟ كيفاش بدات العلاقه الغراميه ما بيناتكم؟ كان مراه في يجي للدار، هو يعرف خويا، ومن بعد كنت انا قال لي عجبتيني ونحب نخطبك ونتزوج بيكم انا، وهذا في يامات مددني للدار تاعو قال لي قبل ما تدار الدار. انا اسمحي لي هنا نقاطعك، كنت كانوا على بالهم اهلك حكيتي لي؟ لا، بمعنى كنت تتعرفي عليه تتلاقايه خفيه تخبيه على داركم. ايه. كيفاش قدرتي في عمرك 14 سنه، شخص كبير عليك في عمره اكثر من 40 سنه، يعني كيفاش قدرتي يطاوعك قلبك ربما ما تقوليش لاهلك، ما تثيقيش فيهم، تروحي مع راجل غريب ما تعرفيهش؟ كيفاش احكي لي هالتفاصيل امينه. هو قال لي ما كنت تقولي لهم باسكو يقول لك لا كبير عليك منا، قال لي منا حبيتك. وانت صدقتي هذا الكلام؟ ايه. انت صدقتي هذا الكلام؟ نعم. اولا هذه ليست علاقة غرامية، هذه علاقة حرامية. هذا رجل مخادع دار عينه على هذه الطفلة، طفلة صغيرة بريئة ما تعرف والو من حياة الدنيا، 14 سنة. وشنو 14 سنة؟ ما راناش نحكيو على النساء تاع وقت الثورة وتاع جدودنا، 14 سنة تاع دوكا معناتها ربنا كما خلقتنا. دخل إلى بيتكم كما يدخل اللصوص. كي تقولي صاحب خوك هكذا. ايه. خوك كان يدخلوا للدار، شافك انفرد بك، راح وحده يقول لك باللي عجبتيني، وانتم تعرفوا باللي البنات يحبوا المدح، فان الغواني يعجبهن المدح، يعجبهن الثناء. ومن بعد المشكل لما صدقتيه وقال لك ما تقولي لهمش، لان لو كان تقولي لهم يقولوا لك لا هذا رجل كبير عليك. هنا الخطا. هنا الشيخ نسالها. نعم. على اي اساس صدقتيه؟ واش كان يقول لك؟ قولي لي. كان يقول لي نديك لفرنسا كان يغوي فيك هذا الاغراء كذلك كان. ايه. كان يقول لك نديك لفرنسا. ايه. واش كان قريك ومنا يجوز لك اختو من فرنسا تحضرين عاد قلنا. نعم. يعني كان على هذا الاساس اللي صدقتيه ويعني حبيتيه وخرجتي معاه. شحال قعدتي معاه فتره هذيك العلاقه المشبوهه هذيك، شحال قعدتي معاه؟ واحد 4 شهور هذيك. 4 شهور بتخبي على داركم؟ احكي لي، قلتي لي داني للدار، كيفاش رحتي معاه للدار؟ قال لي نوري لك الدار اللي حتسكني فيها، قولي لي واش خاصها واش نزيدوا لها. بيت الزوجيه باش انت تخير 14 سنه شيخ، 14 سنه يديها، ربما هي مازالها تزاول في الدراسه نتاعها، كانت دير فليكوخ
كنت ديري دروس الخصوصيه يديها باش هي تخير بيت الزوجه. وهي صدقته. نعم. هي طفله 14 سنه يقول لها راح تشوفي واش خاص في الدار اللي راح نديرها لك، وهي تشوف الان فارس الاحلام فجاه ولات عندها دار ولا عندها راجل ولات عندها مكانه، بمعنى واحد تحدي واش يخص في الدار. انا مانيش حاب نهضر مع امينه، انا حاب نهضر مع خالتي محقوره. قولي لي انت يا امي، انت كبيره وتعرفي هذه بنتك، كيف ما فقتي ما شفتي ما حسيتيها تغيب من الدار، ما حسيتيها تغيرت 14 سنه تروح وحدها؟ يعني كيف اين كنت انت الام؟ انا نقرا، غير يطلع لي نقرا، راني نقرا. وانت كنتي تاكدي انها ما كانتش تطول؟ كانت تطول. انا قلت طولتي تقول لي مازال ما مشيت تسرحوا مازال ما. سمحي لي امينه، وين تسكني؟ وين تسكنوا ولا وين تقراي وين يسكن هو؟ مسافه بعيده. شو احنا الدوار؟ نعم. هو يسكن في البلاد الفيلات كما يقولوا، يعني مسافه بعيده. ايه. كنتي على بالك بنتك فاش تتنقل؟ يعني المده فانك تكون طويله ربما، ما تتقلقيش عليها ما تتاخرش. عمرك ما شكيتي فيها تصرفاتها؟ والو. 14 سنه والو والو، يعني ثقه عمياء كنتي دايرتها في بنتك. لا كونفيونس اللي درتها فيها تماما. ما سمحي لي حبيت ننبه خاتي محقوره باش الناس هي تشوفنا، لان احنا الهدف تاع هذه الحصه هو التربيه. نعم. ماشي نفضحوا الناس ولا التربيه نترباو. هذا المثال تاع الاخت امينه وخالتي محقوره يعطينا درس لهذا العاده اللي جبدوها. ولا الانسان كيجي يخطب، بمجرد ما يخطب مازال ما عقدش ولا فتح على الطفله، يفتحوا له باب السفر مع هذه البنت والخلوه بها والعلاقات، وزعما راهم في حب. زعما لو كان يقولوا له عقد عليها يقول لهم كيف تسمى تشكو فيا؟ شغل هو زعما سيدنا ابراهيم عليه السلام معصوم و لابد الناس ما تديرش الثقه. الاصل في العلاقه بين الرجل والمراه ان يكون العقد الشرعي. اذا ما كاش عقد شرعي فهو اجنبي، مهما كان صاحب خوك ولا يخدم معاه ولا. انتوما المشكله يلتم الحق. المشكل ان امينه ما كانتش امينه، ما بلغتش ليمها، كان لازم تروح ليمها. انا حاب نعرف يمها كي عرفت واش درتي. قتلها بابها غير ربي، ما نكذبش عليك. واش دالها؟ ضربها. ولاو يتوغوا خاوتها يتوغوا يتوغوا، اختها الزوجه قالت يا بابا لا لا حبس حبس، ما تكشف لي وجهي احبس خلاص. نعم. وتخلي لعقلها، لو كان بعد شريخت في عقلها غادي يضرب للراس. نعم. قبل ذلك قبل استاذه عندك تدخل. يعني نضم صوتي لصوت الشيخ شمس الدين، انه الاف المشاهدين ربما الان يتساءلون، يعني ينظرون الى هذه القضيه من منظور فضيحه، ولكن رجاء يعني نحن خلونا من منظور فضيحه، فلنتصرف بنوع من العقلانيه والمنطق. يعني فيه شخص مرتكب لجريمه، على الاقل احنا ما ندخلوش في العمل القضائي، وعلى الاقل يوجد راهو طليق راهو حر، فيما بعد ربما حين تحثوا ندخلوا في باب القانون، ولكن على الاقل نشوفوها من باب ان فيه اشخاص يرتكبوا جرائم ويظلوا طلقاء يعني احرار. ما نقولوش ان فيه ناس يحميهم، ولكن اذا فيه خلل في القانون نقولوه، اذا فيه خلل في تطبيق القانون نقولوه، اذا فيه مشكل اخر ايضا نقولوه، لان الناس اللي مش معنيين بهذا النوع من القضايا فيه ناس اخرين. يعني احنا نهتموا بالاقليه ونهتموا بالاغلبيه، نهتموا بجميع الحالات. نعم. السيده الحاجه محقوره كما كتقولين انت، كيفاش اكتشفتي انه بنتك كانت على علاقه غراميه كما قال الشيخ حراميه مع هذاك الشخص؟ وكيفاش مده 4 شهور وحتى انه كان فيه اغتصاب؟ ما عرفتش كاع حتى قالت لاختها. قالت لاختي الكبيره. شكيتي لاختك الكبيره؟ كيما مشيت تعرف حكيت لها. نعم. صراحتها قالت البابا والماما، بعد من ذاك الصباح لو 7 ماي احنا شتكينا به. قولي لي انت. نعم. انت هذه العلاقه مره ولا شحال من مره انت تروحي مع هذا الرجل؟ عده مرات هكذا تفوت 10 ولا ما تفوتش؟ 10 صح تفوت 10. انت الاولى لعبها لك، الثانيه خدعك. نعم. الثالثه وعدك بالزواج، الرابعه ويعني هذه المده كاع ما انتبهتيش باللي راكي في الحرام. نعم. اسمحوا لي فقط استاذ، كنا احنا سعينا بحثنا على هذا الشخص، رحنا ليه حتى وين يسكن، قالوا لنا انه رحل من المكان اللي كان الاقامه هذاك، لكن حين اتصلوا به. الو. وي مساء الخير. مساء النور. سيد انا حميه. معك قناه النهار، برنامج ما وراء الجدران. وي معنا طفله يعني اللي كنت خاطبها من البليده.
ايه راهي معنا هنا حاضره في البلاتو مع الوالده ديالها. ايه تقول انه انت يعني كنت على علاقه كيف كيف وخطبتها. كاش منها كاش منها يكذبوا كاش منها كاع حاجه، ويعني كان في حتى اعتداء جنسي من طرفك عليها. يكذبوا يكذبوا هذو ناس. ما نقدرش نقول لك هذو ناس كذابين. قول انا انت الحقيقه، قولها انا انت. ما عندهم حتى هضره معايا. ولكن انت تعرفها هذه العائله، تعرف هذه البنت. كذابين يا اختي، هذو كذابين هذو. ولكن كما قال لك الشيخ، اعطينا الحقيقه وراهي الحقيقه، احكي لنا انت الحكايه. الحقيقه 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 تعرفوا يا كون جبتينا حقيقه. نعم. وجدتني حقيقه شهر يقول لك هذو راهم يكذبوا، ناس يكذبوا، ناس عندهم صوره سيئه مش مليحه كاع. نعم. معروفين في البليده، سقسيهم في البليده يعرفوهم كاع الناس. ولكن انت قل لي برك اذا صح تعرفها كنت على علاقه مع هذه الطفله. لا ما كاش منها، ما كاش منها تكذب. عندنا صور، اي كاينه صور راك معاها خاطبها لا بيس مونتي. ماشي انا هذاك، ماشي انا تكذب. شكون هذاك؟ انت في الصوره. لا هذاك واحد الشبه رامي. نعم. يغطيو في وراجل اختك ثانيك ماشي هو. يكذبوا، راني نقول لك يكذبوا، سبحان الله نكذب عليكم. يعني سيدي احنا جينا لك البليده لمنطقه شنو، ولكن قالوا لنا رحلت، حبينا نجوا نهضروا معك قالوا لنا رحلت. يكذبوا، شوفي اختي هذو كذابين. سمحي لي شخصيه. هل تسمعوني؟ نعم. انت راك تقول بلي كاين واحد يشبه لك هو اللي راهم ضد هذه العائله، هو اللي دار هذه المشاكل كلها. نعميه. وانت علاه راك ساكت وعلى ما تجيش تبين روحك وترفع دعوى قضائيه؟ لا انا 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 ضد هذا الانسان. كاين اجراءات قانونيه تمشي معاهم هذوك الناس، باسكو هذوك الناس اسمع الناس. هذا الرجل اللي يشبه لك علاه ماك رافع عليه دعوى قضائيه؟ او رافع عليهم، رافع عليهم دعوى. نعم؟ رافع عليهم دعوى قضائيه. حتى على الرجل، على الرجل اللي يشبه لك. هذا هو راه رافع، هو اللي دعوى قضائيه هذو الناس. يعني راكم في راك في علاقه معاه تعرفوا؟ لا لا على بالي بالقصه تاعهم، هذو ناس ماهوش 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 نورمال. يحيى صحيح، يحيى قول لي. كمل اكثر من هكذا، شوفي اختي. هذو ما نقدرش نكمل اكثر من هكذا باسكو الناس هذو الصوره تاعهم راحوا عيطوا وين يسكنوا، روحوا للجيران تاعهم اللي حبيتوا تعرفوا الحقيقه، روحوا للجيران تاعهم تعرفوا الحقيقه. ولكن انت كي جينا لعندك البليده علاش ما حبيتش تقبلنا وقلت لهم انك رحلت؟ لا شوفي شوفي انا مانيش في البليده، هذو راهم يكذبوا، واذا حبيتوا تعرفوا الحقيقه حبيتوا تعرفوا الحقيقه الصحيحه. نعم. اعطيها لنا انت الحقيقه الصحيحه. روحوا للجيران تاعهم، شوفي روحوا للجيران تاعهم. قول لنا انت الحقيقه الصحيحه. تجي شوفي راهي معاك يماها. خليني نقول لك اختي، خليني نقول لك، خليني نقول لك، خليني نهضر معاك. نعم وكل عليك ربي، روح لقيتو في داري. يروح الجيران تاعهم. مين عهد لك تهولي من خدعتك؟ خدعتني في الايام ولا 14 سنة. تجيك ضربة من عند الله، كيما جات في دارت العملية ومازال. يعني أنا ما يهضرش معايا، يخاف. أنا عندي جوجة قالوا من الله يما باسكو تحت غاشي داوني كوما. والله غريب هذا المسألة، رجل يعترف بلي كاين واحد يشبه له هو اللي. استنى يا أمي. كلامك هو العزيز. كاين إنسان يشبه له هو اللي داير هذه المشكلة كلها. وخو وهو ساكت عليه، المفروض أنا واحد يشبه لي. انا لو كان نسمع غدوة وحده ويفتي شبه لي نحن نرفع عليه دعوه قضائيه. جينا على الاقل جينا باسكو سقولي له عايش، هو كان نقول لك كيف كان يجي لداري. الو فريد حقروني سرقوا لي كما يقول لهم، انا ما نعرفش حاشاك الهوايج مولا بيتي مسكين ولي برا، ولا تحبيه جيب له البقر وجيب له سرقوا له المال تاعو. الو درهم طيحونا راهم سبونا، على الاقلكم روحوا سقسيو باسكو حياتي كاع حقره. نعم هكذا. وين نسك المنطقه اللي نسكن فيها؟ وحنا الدول لا عيطوا لينا لا تنسى. الحاجه واش يكون هذا الرجل واش يعمل يعني؟ مولا بيتي هذا الرجل اللي كنت طالعويا هذا يخدم في الامن. اللي بيعوا كيف حاشاك وكاع وليدي ورا له مسكين، قالوا جيت انا قلت له في داري وبيناتنا الله ان شاء الله عند ربي الحساب والعقاب، قلت له ان شاء الله نطلعك كورونيل. قال لي اه ما نسحقش انا كوموندو بزاف، قلت له لا نطلعوك نطلعوك ان شاء الله. جاب فماك صحاب السياحه قال هذوك اللي ايه صحاب هذوك اللي لبسوا اللي كاكو كاع وليدي ورالو مسكين وكان قتلوه. احنا نوايا كما قاش الجوج نوايا صابنا نوايا كما يقولوا. انتوا تاكدتوا انه المنصب تاعو حقيقه هذاك هو؟ جابي لي بيرمي كاع الجيران فلان يجيبوا لي جاوبيني على هذه، او يقول واحد سيدي شبه له ماشي هو. شكون هو بيد عمو خالدي خالدي بتعمو؟ وشنو كاين منها واحد يشبه له؟ شكون واحد يشبه له؟ هذا قالك ماشي انا، خاطيني واحد سيدي يشبه لي. عندك صور سيدي؟ ايه ها هو اللي دار لي تهمه تاع 20 مليون خرج براءه وري لهم الجوج. ما الحاجه ما فهمتي السؤال الله يرضى عليك. هذا هو الصور او يقول هذا قال هذا هذا رجل اللي ماشي هو واحد العبد يشبه له. باللي اختصمها وشكون اللي وجدها في الخاتم هنا؟ شكون هو يلبس هذا؟ قال لي خويا الكبير حنا الطبيعه تاعنا بحسب التقاليد تاعنا لا 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 ما عنديش بابا ميت. نعم. جيت انا ولفت يدي قلت له نو ماما نو تدير لها لاباك دو فيونسي. قال لي لا خويا في بلاصتي، خويا عاوز بابا.
ودقت انايا قلت له كيفاش دير لا لا قال لك خويا كي علاش تكينا الشراكه واللي ماشي بالامر بالامر سيده والمعني بالامر وين راه فيهم اللي لابس القميص الازرق ولا الابيض الابيض ليه نعم وكاع بلي دار يسمع به كاع 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 يسمع به وما قال ماشي انا ماشي انا وعند ربي نعم يعني تفضل استاذ عندك تدخل يكفي يكفي باش نفهموا الناس انه هذا البنت عمرها 14 سنه نعم يعني ما نحاولوش نوجدوا اعذار لاي شخص ولا لاي جهه ولا اي كان يعني 14 سنه في المصطلحات الشعبيه تعرف بانها بنت وكيل الجمهوريه يعني بنت القانون يعني يحميها القانون تحت اي ظرف لا يمكن الاعتداء على القاصر مهما كانت شخصيتك مهما كانت وظيفتك مهما كانت رتبتك يعني تكون واش تكون لما يتعلق الامر بالقصر انت تحت طائله القانون ولا يمكن اطلاق الافلات يعني أنا حضرت العشرات القضايا إن لم أقل مئات القضايا اللي سمعت لها كلما تعلق الأمر فيه قضايا فيها شبهة نوعا ما ولكن يتابع الشخص أقل عفو يقدر يستفيد منه إنه يكون في حالة إفراج مؤقت مثلا ولكن عادة يا إما إيداع لأنه الأمر يتعلق بجناية معاقب عليها بنص المادة 36 من قانون العقوبات أقل شيء أنك إذا ما كنتش في حالة حبس راك في حالة رقابة قضائية يعني عادة هذا هو الإجراء الآن أنا واش علمت من هذا الملف أن هذا الشخص تبع الإجراءات خذات إلى حد الآن خذات حوالي سنة هذا الشخص تبع وانتهى التحقيق القضائي للقول بأنه قاضي التحقيق غير مختص شخصيا بمعنى يختص بنظره القضاء العسكري المحكمة العسكرية وهذا نظن أنا حسب علمي وحسب شيء نعرفه هذا خلافا لنص المادة 25 من قانون القضاء العسكري المادة 25 من قانون القضاء العسكري تتحدث عن حالة متابعة العسكريين لما يتعلق الأمر بمهمة لما يتعلق الأمر بعمل وقع داخل الثكنة لكن حالة هذه البنت لا تتعلق إطلاقا لا لا أمام القاضي اللي أقضى بعدم الاختصاص الشخصي هذا القاضي ما نشرقب عمل القضاء وما ناش ندخله أيضا في عمل لأن القضية ما زالت قيد التحقيق ولكن أنا أتحدث عن ما ينص عليه القانون قانون العقوبات قانون الإجراء الجزائية وقانون القضاء العسكري قلنا إذا عرفنا بأن قانون القضاء العسكري في هذه الحالة غير مختص تماما لأن الوقائع مدنية محضة حتى وإن كان الشخص عسكري ولكن الوقائع مدنية المفروض قاضي التحقيق لأمامه الملف هو ليقوم بهذا التحقيق ما يتنزلش عليه إلى قاضي عسكري أكثر من ذلك أمر عدم اختصاص الشخصي يقدر يكون نتيجة حيازة هذا الشخص المتهم اللي هو رائد في الجيش وفي الدرك على صفة الضبطية القضائية يعني عنده الحق فقط في امتياز التقاضي يعني يحاكم في محكمة أخرى داخل نفس المجلس يعني الوقائع وقعت داخل محكمة بليدة ولكن رئيس المجلس يقدر يقرر طبقا للقانون بأن المحاكمة تتم مثلا في محكمة بوفاريك مثلا لا لا داخل المجلس ولكن في محكمة أخرى تابعة للمجلس لأنه هذا الشخص يحوز على صفة الضبطية القضائية يتحصل فقط على امتياز تقاضي ولكن الوقائع مدنيه محضه يعني ولكن ما ديري لي والو قال روحي نعرف لا ينكر لانه علاش ننتظروا كيفاش تخرجي من داري سمحي لنا فقط سمحي لنا نقولوها سمحي لنا لا لا سمحي لنا رجاء ما تذكريش اشخاص اخرين احنا عندنا قضيه مع هذا الشخص يعني اشخاص اخرين ما جبدوهمش انا نهضر عليه هو اللي قال لي ما تقضي لي والو في بليده انا ولا قضيتي لي حاجه مانيش ونقولها امام ربي وامام العباد وراه كاع سالي يعني في بليده وقالوا الكورونا ما ذكرش معها بالك زيد تعطي على يمالك لا ماشي مليح قالها له ولا ما قالها له في التحقيق عاده علاش انا كي نهضر يسكت عاده الشكوى تروح عند الدار وتمشي الاجراءات عادي يعني يسمعوا حتى يكون عند الرتبه اي رتبه تروح اجراءات عادي يبلغوا وكيل الجمهوريه يقدموا الاطراف لانه ما ننساوش نعود نقولوا دائما هذه الضحيه في عمرها 14 سنه كي نقولوا 14 سنه كل واحد يحاول يستوعب هذه الفكره كل الظل على رقبته يعني انا عرفت بانه عند مصالح الدرك الشكوى ما مشاتش عملوا شكوى عند وكيل الجمهوريه ايضا ما مشاتش يعني ما خذاتش الوقت السرعه اللي لازم لانه الجريمه خطيره جدا ولكن مشات عن طريق شكوى مع الديع مدني هذا الشيء اللي شفته انا في الوثائق شكوى مع الديع مدني مشات ولكن المآل تاعها هو عدم اختصاص شخصي لما نعلقوش على هذه القضيه ولكن تحثوا على القانون فقط نبهوا هذا الرجل فقط الحاجه ما باقي وقت لها تقيه الدم ولكن نضربها بهذا انا ما يهتمش معايا انا ما يهتمش معايا انا خفت ربي وخفت الفوز ما نكذبش عليك في دقيقه لما ندير الكلاس لبست مسيك ولا كي واسمي لحقني فهدي دي سقي سمحي لي الحاجه لكن في داري ولكن سمحي لي الحاجه بنتك هي اللي غلطه تبعات ورحت معاه راهي تقول لك رحت برضايتها 4 شهور لا 4 شهور كانت تهددها
لا لا هذول قالت انه كان يقولها نديك لفرنسا وكان يقولها نتزوجوا يعني كانت تروح برضايتها. لا ولكن هذا 14 سنه لا يمكن الحديث عن الاراده. والله هذه الملاحظه اللي حبيت نقول استاذي. سمحي لي الحاجه نبهوا هذا الرجل لو يسمع فينا. انت تقدمت العائله بنيه تخطب بنتهم وهذا واعطاوا لك وافقوا لك يعني في النهايه ما كانوا ضد. لكن انت من وراء ظهرهم قبل ما تدير العقد والفاتحه تروح للطفله 14 سنه وتمنيها بفرنسا والكادوات والهدايا والتحواس والدار ونعمر لك الدار. يعني هذا الرجل استطاع يلعب لها بعقلها. استطاع يلعب لها بعقلها. انا ما رانيش نقول ان الطفله لم تخطئ ولكن يبدو لي 14 سنه ماهيش حتى بالغه اللي جاي عليها القلم. الخطا انت حيكمل انه ما قالتش لوالديها. نعم هذا خطا كبير. ما قالتش لوالديها ولكن الاكبر منه الخطا نتاعو. كيف تروح طفله تمنيها وتخدعها ثم الصبر يا امي ثم الصبر عليا دوك نعطوك الكلمه ثم لما الطفله يذوبها انت يا بالوعود الكاذبه والخداع وكذا يديها واش خسرت وكان عقدت عليها ودخلت بها وتكون في الحلال. انت فضلت الحرام على الحلال. يديها يغتصبها لما الطفل تغتصب تمك دخلت في مشكل كبير. تقول لماليها يقتلوها تسكت ويولي دائما يديها وهذا الذي وقع ولا دائما يجي يديها من المدرسه. وهذه فكره كاين واحد يشبه لك هو اللي كان يجي هذه غير مساها. والله حبيت ندكه بحديث تاع سيدنا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليه الغدرة. هذه غدرة فلان. أنا نقول لك خاف ربي. قولي لي كي تدعي عليه ولا لا كل يوم وجيه ضربنا عند الله. قولي هلو باش يسمعها أكي تدعي أكي تدعي أنت سيخطو. أهدري عليه. أكيد تدعي عليه. كل يوم كما ندخل المسجد نبكي يا ربي. كي يبدأ المفتي يدعي في الدعاء يا يا تقعد إن شاء الله باراليزي. يا ضيعت لي الطفلة. ضيعت لي الطفلة ولات خلاص ما على بالهاش تحوس غير تهرب لي. كي باباها خوها يسبني. خوها ما خلانيش. خوها يدخل يضرب. قال لي نقتلها لك نقتلها لك. واسمك شحال من غدا نسلك شحال من غدا. أكيد يشوفوا أنه عار أختهم صغيرة 14 سنة. بصح هو على سبت اللي عيط لها بنتي صغيره يقول لها انتوا هذو بناتي نديهم لفرنسا. كان يجيب لها الهدايا اللي سخطوا لي كوشاك. كان يجيب لها الكوشاك. كي شفت لي كوشاك نقول لها علاه تضحك في الصاك لي بوختوك لي البوبونات رميتهم. الحاجه قولي لي كيف فتحتوا له بابكم انتوما كيف دخلتوه للدار؟ قولي لي استني دقيقه انت يا جزائريه كيف زعما يوصل يتلاقى بناتك ويا خذا رجل اجنبي علاه فتحتوا الباب هذا يا لا كونفيونس واش لا كونفيونس كيف يوصل يتلاقى بكم داخل الدار ولا انتم كنتم يعني خلعكم بالمنصب نتاعو لا جامي انا نخلعكم انا نخلعوا بالزق راجلي خلعكم بالهدايا دول الكفاف والعفاف واقي خلعكم بالهدايا اللي كان يجيب لكم ما يخلعنيش جامي يخلعني ما يخلعنيش او عارف قال هذو وليدي التراب لو عندي برك هذا نبيعو نشكك في الحبس سكت علاش سكت انا ما يهدرش معايا الحمد لله برزقنا وبرزقنا وكما مواليه معروفين مالين باباها معروفين يا العزيزه نعم هي الكبيره في الدار لا لا عندي طفل مزوجة عندك مزوجة هذا درس للعائلات اللي تسمعنا هذو العائلات اللي امنوا بما يسمى بالتفتح على الطريقه الفرنسيه والغربيه ولاو يجيبوا ناس يدخل للدار يتلاقى مع مرته يتلاقى مع بناته ويقول لك هذا سي كومون فخاغ هذا سي كدا ما كاش يا ناس شوفوا المقاييس الشرعيه رجل اجنبي اجنبي اذا عقد عليها وفتح عليها فهي زوجته ما يديهاش حتى يدير العرس ولا الشريعه دارت الوليمه ودارت العقد والشهود انت يا خالتي محقوره كيف تفتحي له الباب وتستقبله في الدار وهو باباها يبي بصح كان صاحب وليدي هاو صاحب وليدي تارمي ولا لولي زاخر كيف يتلاقى بخواتاته هذا وراه النيف الجزائري هذا كيف تدخلوه للدار وتردوه صديقكم كاع حتى بناتك داك السيغ تاع الخبزه تاع ليكيب ناسيونال بقجمة وليدي قال لي ماني حنجيبك ليكيب ناسيونال داري قلت له بوي يجيونا هنايا وين نسكن في الدوار قال لي انا نقول لك اقسم بالله غير حنجيبك ليكيب ناسيونال لين كضربه باسكو هو يحب دات التصويره تاعو في فامينيشن التصويره تاع ليكيب ناسيونال جا عنده لانيفيرسير تاعو مانيش عارفه صحاب وليدي دارها له وليدي بالخبزه كتبت عليها تاع ليكيب ناسيونال قولي لي ياكل ياكل كيما قال في الملح ويخدع فيا صحيح امينه قولي لي جامي درت لا كونفيس ابار هو برك نروحوا لحاجه اخرى مع امينه امينه قولي لي داك المنزل تاعو قال لك هاي لك دارك وين حد سكني كي نتزوجوا وكذا وقتاش صرا فيه الاعتداء الجنسي
مانيش شافي وقتاش لادات ومحروق في ظهره كما ما كيش شافي عنده ماركة قبل ديتاي عنده علامة في كتفه عنده علامة يبن وقل رصاصة ويبن محروق نعم ولكن اسكو لك تايتي في فقط هذه تكفي قارينة يكفي قاضي التحقيق في قاضي التحقيق انه ينتدب طبيب ويعطيه المهمة تاعو ويقول له شوف لي العلامة يذكر العلامة هذه إذا وجدت يعني ما يقدرش وش من جهة عنده هذه العلامة؟ مور كتفه هنا الأيمن قال لي شجاع كي يعرف من الناس عندي قالت شجاع تمشي عليا أنت يا في البوليدة قالت له تاك تمشي عليا كي يعرفوا كاع الناس باللي عندك هذه البلاكة صافي أنا نعرف خفاني عاودوا بالله قول لنا كيفاش صرا الأكت يعني الواقعة كيفاش صرات كيفاش عرفتي أنك يعني كنتي ضحية اعتداء جنسي كانت بالرغبة نتاعك بالقوة تحطها إلى تستهديد كيفاش بالقوة قبيح 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 مرة خليها تحكي لنا سيدتي من فضلك مرة الأولى ورالي لبسته قال لي عندي سلاح في الدار وهاي لبس موكا بدك تعتدي علي بالقوة وكي شت تتوغ ونبكي قال لي هذا ماشي أنا ما درت لك والو وانت كيفاش كانت ردة الفعل نتاعك قلت نعافر فيه هو قاد شاد لي بجية فقلت نعافر فيه وده قال لي متخافيش قال لي لديك قال لي قودي متقويش ومالي قال لي بس كناف بلي يقتلوك قال لك نديك ايه ومدي قاد شو تهدى اللي فمالي شو تخوف لي منهم وانتي امنتي انه ما قال لك ولا شكيتي حاجة واحدة اخرى انا شكيت بس كوليش كان بزاف ومدي كتف ما حبس ما زيش جاني ومبعد زدت وقعدت على علاقة ايه شحال قعدتوا على علاقة؟ عاودتي رحتي معه للدار هذيك بعد ما اعتاد عليك؟ ايه كيفاش رحتي معه برضايتك ولا تانيك ضربك؟ هو قال لي خاش دوك ندور في رايي انا كيفاش يدور في رايه؟ قال لي ندور في رايي ونفض حق لمالك هكذا وما يتزوج بيك ويخليك هكذاك رحتي معه خطرة شحال من الخطرة رحتي معه؟ حتى 10 خطرات هكذاك مور ما اعتاد عليك؟ ايه نعم هنا في هاد المرحلة أمينة كيفاش كنتي؟ موقف يجوز حطته هو راجلها وبابها وهو كل شيء كملي كنت خايفة نقول له لا لا ما يقول لي ما نديك شغل نقعد هكذاك تموت في يده تموت في يده ولكن خليها تكمل لنا 10 خطرات وانت تروحي معاه مور معتادة أول حاجة ربما تقوليها ليماك ما تقوليهاش ليماك تقوليها لأختك الكبيرة اللي ربما تهدري معاها تثيقي فيها تعاونك 10 مرات كيفاش هذا هل انت مع نفسك كي تقولي انه واش درتي صحيح لا ماشي صحيح واصبح يهددها بالفضيحه هذه الاخت امينه من اللحظه اللي وافقت روح معاه ولات في القبضه نتاعو ماهيش حاجه بسيطه هو بعد ان ارتكب الجريمه تاعو شوفي واش ولا يقول لها لو كان ما تجيش نبطل نخليك ونفضحك وطفله في مجتمع محافظ ما يتلاعبش بالقضايا تاع الشرف ولا يهددها وافقي وواحي والا سافضحك ولا ماشي يفضح نبطل وهي مجرد ما يقولها نبطل تصاب برعب ولذلك انا ازعم ان امينه الان ما راهيش في قواها العقليه راني يعني نشوف فيها امامي راهي يبالي راهي في ممكن راهي على حافه الجنون يعني فهذا المجرم لا بد ان يعاقب والله ما تهرب بالجريمة تاعك طفلة 14 سنة جيت منيها وتخدعها وتديها وبعد تقول لنا واحد يشبه لي أمينة راكي تبكي الدموع هذه على واش حتعبر لك أمينة كل أيام كل أيام ربي بيتي ولك حل توش راتني قيمة بنت على ما يقيم ليش مسكينة بطلع لي قالوا له خشت مرأة جا هذيك اللي لمش قصر معايا وحكى معايا حاوتها قالي لي بابا يما لو كان يموت نقتلوا هذاك قالوا كما قالوا هذاك شي أمين نحضري انت يا كنت بقتلوها خلوني نخرج برا أكبر نخرج للسرقة ما تبع مش عيد يا مالتش لا ما كانش حكم براءة باش ما نغلطوش الناس باش ما لازمش نمسوا في مصداقية القضاء لأنه ما فيش حكم بالبراءة لأن القضية ما زالت قيد التحقيق لا 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 ما نغلطوش الناس ما نغلطوش الناس احنا نقولوا بان قضية قيد التحقيق وما عندناش الحق قلنا ألف مرة ما عندناش الحق أن نعلقه ولكن عندنا الحق نحكي على القانون لأننا أبناء هذا البلد والقانون هذا يطبق علينا جميعا يعني احنا نقراوه احنا نطبقوه يطبق علينا نفس الشيء ولكن ما لازمش تفقدي الأمل احنا قلنا فقط ربما كثير من الجمهور ولا المشاهدين ما يعرفوش قول لك القانونيين اللي راهم يشاهدوا فينا يعرفوا بأن القضية تم فيها تصرف من طرف قاضي التحقيق
بأمر يتضمن عدم الاختصاص الشخصي من طرف قاضي التحقيق. اعتبر بأن الوقائع يختص بها القضاء العسكري، علما بأنه فيه قضية مطروحة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية. ولكن أنا أقول لك رأيي الشخصي، وربما كثير من القانونيين يوافقوني، ربما في آخرين ما يوافقونيش، الوقائع مدنية ما عندهاش علاقة بالقضاء العسكري، لأنه عاودوا نقولوها المادة 25 من قانون القضاء العسكري لا تنطبق عليها قضية هذه البنت، هذه القضية مدنية ينظر فيها القضاء المدني. وشفنا عشرات القضية ومئات القضية مرت، نفس القضية فيها عسكريين، فيها رجال درك، فيها شرطة، فيها كل شيء، ومرت أمام القضاء المدني وعوقب الأشخاص عقوبات قاسية. لأني أنا أقول لك القضاة لا يتسامحون إطلاقا، عفوا ربما نتحدث باسمهم، ولكن لا يتسامحون إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالقصر، لأنهم هما أيضا عندهم بنات، هذا الأمر ما لازمش نخبيوه. ولكن ما تقوليش براءة، قولي لنا واش قصة ذهابك إلى 5 مليون فقط قبل هذه. نعم. نروحوا مع هذا الفاصل الإشهاري. نعم. مشاهدينا الكرام، كي نعاود نوليو من الفاصل الإشهاري حتكون فيه وقائع مثيرة جدا، حنحكيوا على حكاية أمينة بعد ما تعرضت إلى عملية إعادة ترقيع غشاء البكارة وبعد ما تم تخذيرها في ولاية في مدينة 5 مليون. مشاهدينا الكرام، عودة مجددة بكم. نواصلوا، كنت قطعتك اسمح لي. نعم. الشيخ كان عندك سؤال ربما الأمينة. قبل السؤال ندير واحد التعليق فقط. نعم. احنا فهمنا القصة الآن خالتي محقوها، ديتوا ثقة في إنسان، دخلتوه لداركم، وكلتوا له الملح نتاعكم، ومن بعد ظهر بلي حبي يولي نسيبكم، ولكن ظهر بلي ثعلب كان يدي البنت، وبعد ما تعدى عليها ولا يهددها بالفضيحة وبلي يبطل ما يتزوج بها. ولكن حكي لي القصة قبل ما ندخلوا، حكيتي لي راحت معاه 5 مليون، واش اللي داك 5 مليون أمينة؟ أنا قال لي، قال ماما، قالها اختوه قالت له عجبتنا الطفلة وروح نشري لها شور لها دوزة تاع العرس. هذه مرمجة خطبك ايه. قالت له نديها الالجي. ماما قالت له روح معاكم. قال لها ما كاش كيفاش. قال لها باسكو رايحين في ثلاثة وانا هي الرابعة. قال لها ما تكفيش طونوبيل. كي رحنا جاو الصباح ليا. كي تقول لي روحنا شكون مع خواتاتو؟ اختو وراجل اخته اللي قال لي خويا الكبير وهو. وين داوك؟ قالوا لي روحوا الالجي. اما قالوا لي اختو قالت لي روح لحبيبتي، قالت لي في 5 مليون. قالت لي نجي في فرنسا عندي شهر ما شتهاش. كي رحنا قالت لي حنان، قالت لك عيانه وشربي الجو ورقدي. سمحي لي امينه، هنا كنتي مفتحه عليك ولا غير هادر عليك ولا خاطبك؟ برك خاطبني برك. واش شفت ميم با فاتحه؟ ما اهلا لا كي يعني سيدتي سمحي لي، هنا ميم با فاتحه وتمدي لهم بنتك تروح تشور. كي صات هذيك الزبله اللي دارها لي؟ انا قلت نستر بنتي، معليش كي جات اختو من فرنسا بونجو، جاتني سيفيليزي. جات سيفيليزي قالت لي باش نفاس نديها نشور لها وندير فيونسي باش نروح في رمضان تجي لا ماما وخويا وهكذا ولدها. قلت لها داكور قلت بصح نروح معاكم. قالت لي لا 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 ما كاش بلاصه بالروميه ما تجيش خالتي الحاجه. قلت قالت لي ما تجيش. قلت لها ايه، قلت لها معليش روحي اديوها كونفيونس فيك يا داوها لي. كي داوها جات الطفله مغمومه مريضه. راكي تقولي لي سمحي قبل ما تكون مغمومه تحكيها لنا، هي قلتي لي انه قالت لك انت ضغطتوا عليها باش يجوا يخطبوها. يعقد انا شكينا به يعقد مادام كيختص مع حاجك كيلعب بها قبل ما يخيطوها. قلت له شوف خير، انا راجلي تفاهمت معاه ما نديرو والو، ما يكون زقا ما والو. نسحق العقد كان يتفاضي زوج بيها، معليش ردها لي طلقها ربي سهل. نعم. المهم نحب انت تعقد عليها. حلفني وحلفني وحلفني ويبكي ويبوسني من ويسلم عليا كل يوم كل ما يجي يحلني. والتليفون حبسوا في زابي كنت دقيقه يعيط لي في التليفون. اقسم بالله ماني حافظه النمرو تاعو يا عزيزه. عقد عليها جا قال لي واش ديك وقتك؟ قال له مولاي بيتي كاع كواغت وانا عطيت له كواغتي لاخته. كي راح مولاي بيتي مسكين السنين ما بغاش يروح، كان خدام هذاك النهار، راح مولاي بيتي للخدمه سينيا وكاشالو فماك. كي سينيا مولا بيتي سينيا لو يدعمو سي ولات هذه زوج وانايا داوني ربي العالمين. رحت صابو لامي المغلوقة دار شرع في عيط بالتليفون. راجل اختها؟ راجل اختو؟ راجل اختو اللي قال لي سي مون فخاخ الكبير خويا الكبير اللي لبس لها الخاتم. اي والله ايه ما كنتش عارفه حتى كي درنا لونكيت وكاع باش جبدوا لي كاع طلع تاعهم. ومن بعد انا كي عاودت وليت للدار ولا قلبي يخبط قلت مولا بيتي اسمع انا ما نسينيش امبوسيبل انا نسيني. قال لي علاه؟ قلت له نمت منام يما الله يرحمها وقفت لي في المنام. رحت لوليدي مسكين لفراشو قلت له حنوني بالك سفيان بالك تحت سيني. قال لي يما خلاص
خلاص دعوة الشر. انا مره واش حبيت الدخول للحبس الحسيني. اسمحي لي، هذا زوجها براجل اخته. اه براجل اخته في الوثيقه. ما لا راجل اخته ولا عنده زوج زوجات. في الورق. اه وقفنا غير كيما. هذه موجود الوثائق هذه. عندك اللي سينيت والورق عندكم؟ آه تصوير هذوك. وقفنا غير كيما في العداله عشرة الجوج قالوا كيفاه، قالها كيفاش انت فرحانه براجلك وتصوري براجلك وتدي تزوجيه. قالوا لا لا، قالوا زعما انا نخدم في عندك قضيه. رفعتوا انتم قضيه التزوير؟ شكون رفع قضيه التزوير؟ كيما هما داروا لي اشتكوا بيا باللي طاو لي دراهم ونخدم في الشركه عندهم. ومادا انايا رحت لافوكا الكبير قال لي روحي جبدي الورقه اللي جامي خدمتي في حياتك، ولا مولا بيتي ماشي تاع الحنان ولا تدو ورقه للجوج. انا مرتي تخدم وخدم الجوج، حاشاها انا نخدم في دي ميناج، حاشاها اللي توصلها. احكي لنا احكي لنا فقط. يعني كانت باسم راجل اخته، يعني باسم على اساس انها مرته. بعد ذلك جاو لك قال لك ندوها نشوروا لها. نشوروا لها. انت كنتي فرحانه قلتي خلاص بنتي حتتزوج في فرنسا. فرنسا فرنسا بختو تقول لي غير فرنسا فرنسا. جيت انا امام ربي قلت انا خوتي كاع في ماك في لبلجيك في اسبانيا وفي غوبي. يعني مشيتي معاهم في الخط؟ مشيت وخالتي الحاجه وخالتي وعهديني ولا غدرك انا اللي نوقف وما تخافيش. وخويا بالك تمني قالت هذه امام ربي في الدنيا والاخره. مي قال لي خويا بالك واعر خويا اعطينا كوارتك. قلت له ما نعطيش سيبو نمتي ما في المنام فسرتو وحدي هذاك المنام ما سينيت مولا بيتي مسكين سينيا كي سينيا مولا بيتي. ومن بعد وقفنا في غير كيما في العداله خرجنا طلاقه. نعم بلي هي زوج امير. ومن بعد جوج قالوا ما درت لها والو. قالوا لا ما دنيت لها ما والو برك حسب حنا تعدينا عليه حنا اللي هذا هو الفيلم اللي داره لي. ومازال يهددني بالقتل، مازال يهددني ولادي ولا كتب ربي. هم ولادي مساكين قالوا لي ما ماكش ميسرنا هو. قولي لي هذا في القانون مزوج بها الان ولا وقع الطلاق في الوثائق؟ ما في الوراق بصح ما كان لا مفتي لا قالنا ولا لنا جوج. انا عارفين راح داها زوجها براجل اخته والان طلقت في الوثائق ولا مازال مكتوبه على اسمه؟ مانيش عارفين دار تصريح. دار شو التصريح الاب اللي راه موافق باللي نتزوج وباباش ما قراش. داروا له الورقه الاولى جاكي جابك باغت وليدي صغير ما شاء الله ما شاء الله راهو هنا مسكين. لو كان غير طلعت 70 منه قالوا يا بابا كيف هذاك باغت كاع جابهم لك. انا عمري ما شت هكذا وليدي صغير ولا بيتي مسكين كش تحما حب غير ما اسكت خرج بنتك قدام الناس خرج بنتك وميزي. المهم يستر لك. لا لا وصلني لداري ربي كاين يا العزيزه ربي كاين ان شاء الله. يعني استاذي هما كان الهدف تاعهم باكي يستر الطفله يستر هذاك باكي يتزوج يرجع حالي قلت له نعطيك داري هو جا زوجها بوحده اخرى. لا هما يبحثوا عن كما قلت انت يستروا هذا البنت. ولكن هو ايضا هذا الشخص كان يبحث على اي شخص اخر يقوم مقامه لانه هو مشكلته. انا نقول لك لا هو مشكلته اكثر منه مرته. ربما يخاف مرته كثير ولكن منصبه كعسكري كرائد في مصلحه من المصالح الامنيه هي اللي خلاته لانه يعرف بانه فيه صرامه ايضا. انا نقول لك في صرامه ايضا في المؤسسه العسكريه. كل التجاوزات اللي تدان بحكم من محكمه مدنيه انتهى امره وانتهت خدمته في هذا المجال. لذلك هو كان عارف وين راح يوصل، لذلك كان يعمل كل هذه المناورات كل هذه الطرق. ولكن نعم باش يفلت من العقاب. بعد ذلك اكتشفوا انه مزوج يعني. ونظن على حسب واش قلتي لي زوجته تقيم في مستشفى. قالوا لنا مزوج عنده زوج بنات وطفل وان شاء الله كيما لعب لي بنتي يلعبوا ببناته. لا 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 تدعي عليه هكذا. لا لا ما تدعيش كيما حرق لي قلبي. لا 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 ما تدعيش والله كيما حرق لي كبتي. شوف يضربني يسرقني يقتلني. لا ما تدعيش يا امي ما تدعيش على بناته ان شاء الله. هو يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويدير الامور الدنيويه يخلص لان عنده ربي يخلص. كيما صغيره عنده البنات في حجره ما تدعيش على بناته والله. واذا يسمع فينا شوف وين وصلت روحك. راك عارف واش معناتها واحد مظلوم يدعي عليك وعلى بناته. كيما حرق لي قلبي. اسمع على بالك المظلوم هذا دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب. ما بيت تدعي لك يوميا في كل سجود تجبدك وش راح تسلك ولا وراك سلكت في القانون وبالحيله وكتبت منها ودرت منها. ولكن على بالك بلي كاين دعوه شر
اي لاصقت لك هنا في جبينك. انا والله اخشى عليك يعني. اللي حضروا يا اخت العزيزه اللي حضروا هنا في التصويره ما نقدرش نوريها راه عارف اللي طيبت له حمله حلو المواكي قال تاع البلديات. ها هي العزيزه قالوا انا حال العمره لجزبيت انا كنت في كنت في العداله في دار الشرع واش رانا حين نرفدوا يدنا على يا يما طليتوا على قلبي ما تجيبوا لي والو ادعيوا فماك هضروا شا صاريبيا قصار عليك قاتلي خاتي الحاجه حنا الاولانيين ندعيو باسكو حضروا الحاجه ما كملتيناش جاوا قالوا لك ندوها نصوروا لها اعطيتيها لهم وبعد ذلك كيف صبتي على خميس مليانه وداك خويا عيط هضر مع ماما في الدار قال لها مسب راهي امينه ما جات وين داوها عيط في التليفون تاع قال له جوز لي كي سقسي قال لي وراكم قال له سقسي قلت له ورانا قلت له انا في 5 مليانه قال لي وجزنا شويه قلت بلاك 5 مليانه ومن دخلت قالت لي رقدي كن من داك تفطرنا ومن داك كملنا فطرنا قالت لي رقدي قالت لي مازال باش نوصلوا للمغازه من يبيعوا حوايج رقدت فوق حجرها رايح الخميس مليانه كاين مغازه يبيع حوايج وخلات العاصمه كلها قلت لها عطاتك جو شربتي جو ايش جو جبته معها كي جات للدار كان في الطوموبيل شربتي شربت التكومبلينا شرفي باسكو ماما قايتت له قالت له راح تبلى قهوه امينه بعد رقدتي انت رقدتي رقدت ما كنت تروحي في داري في الطفيه بالكفوف كي قلت له وراني قال لي اختو قالت لي غميتي وراكي عيانه كيفاب قالت لي جبنا درنا لك السيروم داروا لك السيروم وهي واش صرا هي انا ما عرفتش كاع واش صرا لي حتى من بعد حنا عند المحاميه تاعنا قلنا لها شوفي ربي يحفظها قبل ما نروحوا ليها جا في الليل لينا كي حطني في الدار جا في الليل قالوا روح نديروا لها ستافيكا باش نعقدوا لها درنا ستافيكا وما داك كي خرجنا من السبيطار هذاك طبيب سوري ما دار والو كي تخلى قالوا هذا هو باباها دير لها ستافيكا ويروحوا درنا ستافيكا بالتصويره وكاع من داك كي خرجنا قال البابا قال له بنتك راهي عزبه واش كنتو تهضروا كاع في باطل احنا المحاميه غدوه من ذاك قلنا لها شوفي قالت لنا روحوا لنفس الكلينيك ديروا لي ستافيكا جيبوها لي كي رحنا صبنا طبيبه اسمها كي قلبتني قالت لي راكي مخيطه وعندك عمليه قالت لي ما كاش كيفاش ندير لك ستافيكا يعني راكي مخيطه بمعنى عاودوا لك رقعوا غشاء البكاره باش وليتي عزباء يعني عذراء بصح حسبتني ماشي سيدتي راني نهضر معها هكذا كيفاش وقع هذا الهضره عليك راكي تسمعي فينا نهضروا نقولوا كيفاش راكي كأم راكي تسمعي فينا انا واش ندير كاين ربي هو اللي خلصو في الدنيا كيما عجب بها يعجبوا ببناته نعم احكي لنا يعني كيما لعب بها يلعبوا ببناته قالك هي قالوا لها نغميتي راكي فابل درنا لك السيغام بعد ذلك اكتشفوا حاجه واحده اخرى وما كي جات قالها ما تنحيش نحي الباسما فهميها نحي الباسما باسكو ماك شويه مشكاكه تقلق تسمع بيك الحاجه قال لي نحي الباسما قال لي ماكش ما تنوين نقصكش تقول لك شنو درنا لك ولا باش ما نسيقش السيغام اللي داروا وداش اللي دوا قال لي هذو تاع لي فيتامين ما شاولي من فارماسيان كي ديتو للدار اختي قالت لي هذا الدواء ماشي تاع لي فيتامين قطعت لخويا قالت له سقسي فارماسيان وقول لها تقول لك هذا الدواء تعمل كي جا قالنا لي تاع لي موراجي ما شافوش ما فهمتوش انا واش تعمل باش يوقف ربما النزيف باش يحس الدم نعم كي حنا كلينيك كلينيك قالت لنا الطبيبه شبوتي قالت لنا ما كاش كيفاش ومنا قالت لنا بون باللي جات عندي وما جوصلاش باسكو انت اللي نكتب لها سيتيفيكا واش كاين وعلاش داروا لك هذيك العمليه في 5 مليانة ما عرفناش لحد الان راهي يعني علاقتهم تكون في تلك المنطقه يعني هذا الامر واضح يعني ما الهدف من هذا ما الهدف من العمليه اللي اجرات لها الهدف هو واضح يعني محاوله اعاده الامور الى ما كانت عليه والحصول على شهادة طبية بتاريخ معين اللي راحت فيه بأن هذه البنت لا تزال كما كانت يعني وباش أيضا أمام الأهل تاعها يقدم هذه الشهادة باش يقول ناس أنا ما عندي مشكلة ويروح لحاله ولكن المشكلة وقعت فيما بعد الغدوة من ذلك لما الأم تاعها رافقها إلى طبيبة أخصائية في أمراض النساء قالت لها بأنك أنت غير عزباء لذلك رفضت انها تسلم لها شهاده قالت لها بلي فيه محاوله يعني عارف الاطباء اختصاصيين يعني خاصه يكونوا في نفس المجال لذلك انا نتعجب واتعجب يعني كثيرا ربما الناس في كل مره نوجه كلامي للقانونيين لانه ربما المشاهدين العاديين ما يقدروش يفهموا القانونيين
يفهموا أننا بصدد عدة جرائم مش جريمة واحدة. نعم. يعني كل ما حدث هو مجموعة جرائم مرتكبة من طرف عدة أشخاص وليس شخص واحد. يعني إذا أنا ما عرفتش ما سمعتش الجانب الآخر، يعني مهم جدا نسمعوا جميع الأطراف باش نقولوا للناس كلام عنده مصداقية، كلام يقبلوا العقل، ما نقولوش كلام من جهة واحدة. يعني إذا ما ثبت بأن الأخت تاعو شاركت، إذا ما ثبت بأن هذه العمليات تمت، هي مجموعة جرائم مرتكبة من طرف عدة أشخاص، وقانون العقوبات الله يبارك يعني فيه ما يكفي. ثم أستاذي حبيت ننبه الناس علاه أخيه واحد سوري باش يدلها ورقة بأنها سليمة باش يخبي الجريمة، لأن الرجل الأجنبي ضعيف في البلد. تصوروا إنسان مقيم في الجزائر ويجيه واحد يعني عنده نفوذ وعلاقات يهدئه، قال إذا ما كتبت الناس الورقة مثلا نحي لك الإقامة، نعود نهديك لبلادك سوريا. ولذلك راح لواحد سوري، ولكن لما راح عن طبيبة جزائرية كتبت الوثيقة الحقيقية هي أن هذه البنت ليست سليمة وأنها تعرضت إلى عملية جراحية لا تعلم عنها شيئا. يبقى حاجة في قلبي نقولها لك خالتي محقورة، انتي جزائرية ومسلمة ومجربة، كيف جاو لك 6 تاع الصباح قالوا لك أعطينا الطفلة نصوروا لها؟ كاين اللي يصور 6 تاع الصباح، كاين غير هضره غير خطبه. لا كاين اللي يصور 6 تاع الصباح نهربانين. كيف وافقتي انت؟ قالت لي باش نروح غدوه ان شاء الله نركب نروح نشوف ولادي، عجوزتي تكون في برتوتا، نروح ندوش نحمم. سمع حكاو لك حكايه قنعاتك؟ روح قالت له راجلي تقلق او يدير لي في الميساج باللي دخلي الحاجه. قالوا لك نصوروا لها في العاصمه، عباك من برتوتا العاصمه كاين 4 ساعه. أربع ساعه من برتوتا العاصمه، كيف هذه وافقتوا له 6 تاع الصباح ويصور لها وماهوش عاقد عليها؟ هذه اللي قال الاستاذ مجموعه اخطاء. الخطا الاول انكم فتحتوا بابكم لرجل اجنبي، ما كاش هذه الثقه وشغل خوها مربي معانا وصاحب خوها، يعرف خوها الله يسهل عليه، ولكن البنات علاه وصل اليهم شغل دخلتوا الثعلب للبيت ودار كاع هذه القصه، وهذا لا ينفعه عند الله لأن الوقائع قائمة. وهذه الفكرة اللي قال بلي واحد يشبه لي، شكون راح يصدق؟ إذا كان هذا رجل مظلوم وكاين واحد يشبه له، اعتقلوا هذا اللي يشبه له، جيبونا نشوفوا هذا العبد اللي داير المشاكل في بلاصة رجل. يعني سمحي لي فقط، جرت العادة أن المخطئ الإنسان اللي يرتكب الجريمة يخطئ هو اللي يكون في دين الناس، ولكن في الحالة هذه ربما الشيء اللي ما قدرش توصلوا لكم انه هي اللي اصبحت في يده، لما يقول لها لما يحدد هو الوقت يحدد المكان هي ترضخ تقبل، ما عندهاش حل اخر. هذا واش فهمت انا، لانه الان الايه انقلبت اصبحت هي في يده، لذلك لا تلام على تصرفاتها يعني لاحقه للشيء اللي وقع، ماشي مقبل، ولكن ما حدث فيما بعد الوقت المكان الزمان الظروف كلها لا تهم، لانه الان هي تبحث عن مخرج لمشكله، ولكن هاي ديك النتيجه الان. ونشوفوا حتى الام يعني قالت انا قلت لباباها خرجها بلي كلاكسون قدام الناس، والله يا دار في الجزائر عندي دار في الجزائر نعطيها له، روح في الشومبرا عندي القش عندي كلش ويعرف وديت وشحال من خطره باش الشرف نتاعك ما يزيدش. عندي داري نتقد دالة لاختو قالت لي وشنو خاتي الحاجه، قلت لها لا نعطي له داري عندي الشومبرا ما فاني كري للغاشي للناس في الصيف هكذا لي فاكونس ما عليش الله يسمح. المهم يستغلك يا ربي كاين. سمحي لي أمينة ولا خالتي محقورة؟ عييت حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دمر شرف عائلة لا يجوز السكوت عليه، هذا دمر شرف عائلة. أنا أتكلم على طفلة ما عندهاش الحيلة 14 سنة ما عندها لا حيلة لا والو، طاحت مع واحد 40 سنة تجربة حياة ذكاء على باله كلش، طيحها في فنجال الحب ومن بعد زعما وعدها بالزواج ومن بعد تلاعب بها ومن بعد يديها 5 مليون يقع ما لا يمكن توقيعه، وبعد لما جابك واش صار؟ هاكي الآن هاكي زعما وليتي سليمة، جات تزوج بك؟ لا واش صار؟ زافاكسيون توجور مريضة. قدرتوا تثبتوا أنه كانت في عملية تاع الترقيع تاع الخيط؟ عندهم الخيط راه عند الجوجة والخيط راه في تخيبينا الدواء. كان في خبير خبرة الدواء قال لي راه في بوشاوي، يحلفوا يعاودوا يحلفوا ونطقوا صحابو لي معاه راه في تيبازا كوموندو، وتلاقيت به في تيبازا قلت له وكع عليك ربي جابك ربي راك هنا، قال لي علاه؟
قال لي خساره عليك خدمت انا قال الاجراءات ومنا ومن هبط على الرشاش اقسم بيحلف ويتكتف ولا خدعتكم قلت له راهو يقولوا تا كومبليكسي مع قال لي عندي شحال ما زرق في الهضره قال لي شحال ما قصتش مع فريد كوموندو في تي بازا قال لي عندي طفله واحده لا ما تدعيش قلت له لا لا اللي خدعني في بنتي لا يخدعوا في كبدته قلت له كيف الدار قالت لكم تدخلوا قلت له ما تدخلوهاش ورفعتوا قضيه على انه اداها البنت على الخياطه راهي عندي كوموندو ومع هذا كوموندو ياسين ها العيد الناس يقبلوا الناس يغافروا راح عيطوا لها كيما هي لابسه هكذا عيطوا لها قالوا لك قولي قولي قاطو وشربي قهوه وسلمي على يمك وقولي لها تسمح لنا فحله بصح بشرط ردوا بالكم راه حال فيكم يقتلكم في الزرقاء يضربكم كاش كاميو وعسوا في داركم ما تحلوش الباب هكذا ماهوش قاتلكم يا ويضربك بكاميو ولا يتعدى لك على الشارع تاعك واش تملك طفله ما عاد الشارع تاعها معليش سرقوني وقفت في العداله والله يسمح راه عارف سرقوني الملايين معليش الحاجه محقوره اليوم كيفاش راهي تعيش في وسط راجلها في وسط ولادها كل يوم المشاكل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم الجيران يشوفوا بنتك خلاص كاع سمعوا بها كيفاش راكي تعيشي كيفاش راكي تواجهي ما يهمونيش الناس كيما داري العائله ولا لا لا وليدي كبتي عنده خميت كيفوش عقلين ما عندهاش كاع صاحبتها والو رجليا ورجليا التليفون والله ما عندها كي داروا لها كيت ما سابوش عندها بورتابول ما عندهاش الهاتف نخلعوا داروا كاع لي كل حاجه بالثبوت الحاجه محقوره اسمحي لي حبيت نقول لك واحد الكلمه العلماء الصالحين يعني قالوا اياك اياك ممن ليس له الا الله امين هذا انسان حقاكم احنا نفهمين انا كاين حجر مانيش قادر نقولها هذا حقاكم بك خشوا مع عائله ضعيفه هذا ما كان طفله ضعيف عائله ضعيفه لو كان اعتقد فيكم القوه ما يوصلش لهذه المسائل ولكن انا ندكه بما قاله العلماء اياك ممن ليس له الا الله انت راك تاكل على المنصب اللي راك فيه هذه تاكله على الله وربي قادر عليك وواحد يشبه له أقبضه إذا لم يكن بريئا ياخذ جزاؤه قولي لي الطفله هذيك داوي فيها انا نشوفها تبان مريضه مريضه دخلتيها المستشفى طولي سكانر ما درتش مازال بها ما خلوش قال لي لا لا عن طبيبه نفسانيه حشكلي من الميكروب اللي على الدم تاعها مريض صابو ايه فكرت واش قالوا لك في التحقيق في التريبينال تاع البوليده كوموندو الدم تاعك تحليل على الدم باش يشوف عندك فيروس واش ولا يبكي كوموندو كي قال لك غتيني يا امينه يا امينه وتك كادو بوغ توك لي لاش لا لا ليفيرسير تاعك قفلتي عندهم جويي 15 سنه عند كوموندو نورمال نهضر عندكم اتك كادو ولا يبكي قال لك الدم تاعك فيروس هذه واش قال لك قال لي شوف ولا عندك فيروس في الدم تاعك باسكو الدم تاعك هما داو نحاول هذا الدم وداروا لك كل حاجه في صفصفانو بلي يعني هذا انه فيه ايضا نزهاء في 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 صفوف حد الان حد الان ما جبتش جبتي لي لي زغدولونس تاعك لك مريضه ما جبتهمش ما يهمش ولكن ايضا الاخت عائشه فقط مشكلتنا في الجزائر يعني لو هذا الملف هذا تعرض على قاضي تحقيق آخر ولو تعرض على قاضي تحقيق في منطقة أخرى في محكمة أخرى كل واحد كيفاش يتصرف فيه كاين يعمل إحالة مباشرة يدير إرسال المستندات إلى نائب العام على أساس أن الوصف جنائي خالص يعني ما فيش حضرة كاين قاضي واحد آخر يتصرف تصرف آخر القانون واحد ولكن الأوامر تختلف من شخص إلى من قاضي إلى هذا الأمر أنا أيضا لا أفهمه يعني قانون واحد يحكم الجمهورية ولكن الأوامر والمستندات تاع قضية واحدة خذي قضية نحيل قضية تحقيق بعد ما يخص فيها التحقيق عرضيها على قاضي آخر قولي له تفضل حقق لي فيها شوفي إذا كانت راح تأخذ نفس المسار تقول لي كل قاضي فاش تكون نقول لك لا القانون واحد المفروض حتى تكون يكون واحد حتى التصرف نعرضها على 6000 قاضي في الجزائر المفروض يكون أمر واحد يكون تحقيق واحد تختلف الطرق تختلف بعض الآليات ولكن النتيجة دائما تكون واحدة الآن أنا أقول لك أنا أيضا أتعجب يعني أتعجب مانيش نعلق على تحقيق ولا نعلق على حكم قضائي مازال امامكم طرق طعن يعني تطعنوا في قرار في امر قاضي التحقيق الى غرفه اتهام اذا ما غرفه اتهام موافقات وتطعنوا الى المحكمه العليا القضيه لا تزال ساريه يعني ما انتهتش ما فيش براءه ما دام هناك قضيه هناك امل فيه ايضا كثير واغلبهم نزهاء يعني الجهات اللي تمر عليها ولكن لازم تتمسكوا بهذا الحق لانه كما قلنا فيه كثير من الناس نزهاء روحوا ليهم لانه ماشي انتم شخصيا ولكن من يفتحكم يروح ليهم ومادام كاين الامل هذا نظل باللي فيه حلول دائما. استاذي من الاشياء اللي حبيت ننبه اليها هذه البدعه المنكره اللي انا كل مره نسمعوها
لان على سبوش انا نسمعوا فرضا لو كان هذا الانسان جاء وعقد عليها يعدوه انسان صالح وتولي ما كاش مشكله وانا لاباس والحمد لله وخرج فحل واسترى وينساو الزنا باللي حرام. لذلك احنا لازم ننكر كاع هذه العلاقات ولو جاء واسترها وعقد عليها يبقى مجرم في حكم الله لانه زاني. زاني يدي طفله 14 سنه يختلي بها في الحرام ويصيدها بحجتها راح يسترها راح ينفض حق خاطرني ناوي نسترك. لازم خاطرش عام القضيه يجيبوها لنا ومن بعد يقول لك زعما قلت له عقد عليها وما حبش. انت هي لو كان عقد عليها تقولي الحمد لله. الحمد لله يا شفتي نورمال. الحمد لله جاي يبكي ويحلل يولي واش يولي في حل رجل صالح قال خرج وليد حلال ما نسحق والو ما تحقق الا يعقد عليها. معليش غير يعقد انا نزيد له. انت تزيدي له ولكن هذا زاني وتهالو ويوتشوفوا داره. الحاجه لو كان يجي الان يطلب السماح ويحب يعقد عليها هذاك الشيء سقسوا بابا هذاك شفتي وتعطيها له ولكن هذا زاني كيف تعطيها لواحد زاني؟ يقتلها ويقتلنا ديجا اللي معاه وصاونا العداله قرا يتوصي. ردوا بالكم مادام دار هذا الشيء في ولات 14 سنه واش خلى للناس واش ما كي وصل هذا الصوالح. المساله الثانيه الحاجه سمحي لي المساله الثانيه وهي فتوى ان لو عقد عليها خوفا من الفضيحه يكون العقد باطل لا يجوز ان يتزوج لانه زواج المكره. الشيخ اسمح لي الحاجه محقوره نقول لك هكذا كيفاش راكي تعاملي بنتك وقفتوا معاها نتوما ساندتوها كيفاش؟ كل يوم المشاكل كل يوم الضب كل يوم ما نكذبش عليه كل يوم لا ينحيك من الدنيا ولا ينحيك من الدنيا يدخل باباها باش يلف عليا وكنت دخلت تشوف لا تيغاز عسوها يا خويا خويا عيط لها باسكي بالعريق ولا الو يبدل لافا وما يقول لها ما نقبلكش تقولي الو ما نقبلكش ما تقولي لي تخبط يجي يقول لي ما لايت تقول الو قلت ما نقبلكش تفدي التليفون. صوالح بزاف يصوني في الباب يقول لها مناش تخرجي تحلي الباب اي ولا لا نولي تتخبط يعني غير انت راكي تاخذي انا فوالا خاطر يقول له نسمح في الدار روح لدار الزوجه وما نقول كيف نسمح في مبات ولادك وما مسكين ما بقاش هذاك ما بقالوش كل مرض المرض يظل يتقيا حاشاك يولي بلك خيس خاطر هو ما برش قلبه من حي يقتلها ما نكذبش عليك في وجهي في خاطري راهو صابر. امينه كيفاش راكي تعيشي؟ من عشتي من شطاني في رب يشيولها ويكسيوها مساكن باش غير يخافوا تكمل كيف نقولها لك وصلي أمينة. هي المشكله اللي دهاني كانت تحمل فيها انا المسؤوليه تاعها راكي تقراي قلت لك بطلت حبستوها نتوما زيش تقرا تعلم في الدار حلاوات ما قبلوش خاوتها الاخت امينه خيري قليل نقتلوها الاخت خرج. امينه انتيا ديري باللي درتي ذنب اذا كنتي بالغه كتب عليك الحل الان ربي يفتح باب التوبه علاش تروحي تحطمي نفسك وتوصلي للجنون والامراض العصبيه توبي الى الله واستغفري صلي صلاتك قومي الليل صومي الاثنين الخميس ذكر الله تولي عندك علاقه مع الله كما عصيت ربي انطيعوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأتبعي السيئة الحسنة تمحها. أكبر علاج لك الآن هو العلاقة مع الله إحسان العلاقة مع الله أو تحسين العلاقة مع الله. ولكن اسمحي لي حجة أنا معليش عندي سؤال عندك واحد النظرات راكي توجيهم الأمينة يعني اسمحي لي نقولها ملك قاسيين هذوك النظرات نسترها قال ماتت ولا تروح لي فضايح نظرات اللي تعبر على كثير فيها إحاءات في الفجر عزوج يا ربي ولشتها باش تروح لي للدهم اللي لزرق نحيها لي في الدنيا وكل دعوه اللي دعيتها ولو عارف كاع خلصوها في الدنيا ولا لا ظلمه الاولى فيا بنتك هكذا تسمعك تقولي هكذا كيفاش حيكون تقعد عقله سيبو خلاص نبغيها تتوب الصلاه وكل حاجه تقولوا لي معها خلاص نسمح لها الدنيا واخره. أنا قلتها قدام الجمهور تقول لي يا ماما فلان دالي جيس نولي يسمح لها الدنيا واخرها ما تسالينيش كيما اختها العزيزه اللي خرجت ورده اللي يبغيوها مالي بابا يشهدوا لا اله الا الله الزين والعقل اي ولا لا اختك العزيزه خرجت مرا ونص جيساتو ولكن سيده راكي على هذا الاسلوب يا الحاجه انت تعذبينها بهذا الاسلوب كيف تشكري اختها تخش كيما قدامها
لا لا لا, لا أمينة اسمح لي أستاذ, كي تسمعي ماك هكذا تقول واش كيفاش راهي النفسية نتاعك أمينة؟ أنا نشوف فيك أكي فيجي راكي هكذا صامدة ساكتة, كيفاش أمينة؟ إذا يماك في بلادو قالت هكذا في الدار كيفاش راهي تتعامل معاك؟ تقولها لي هي ولا واحد أخر؟ لانه هي انت هذه ضحيه شيخ خمس الدين, لانه لما نحملوها المسؤوليه مره اخرى نجنيو عليها للمره الثانيه, يعني هي تعرضت لعمليه اغتصاب اصبحت ضحيه 14 سنه, ولما نحملوها المسؤوليه نحملوا الضحيه نجنيو عليه للمره الثانيه, هذا الامر ايضا غير مقبول تماما. ولكن انا شخصيا نقول لك بان اللي يتحمل مسؤوليه هذه الحالات هم الامهات والاباء والاخوه, يعني لما تكون قاصرة ما زال ما هيش راشدة ممكن تحمل مسؤولية لنفسها لما تكون كبيرة, ولكن لما تكون قاصرة إطلاقا يعني, ونداءنا لوجه كل الأمهات اللي يسمعوا فينا اللي عندهم بنات قاصرات هم المسؤولات, يعني فيه لا مبالاة, فيه عدم اهتمام, فيه عدم ما كانش حوار إطلاقا, فيه كثير من السلبيات, ولكن لما توقع كما يقولوا الفاس في الراس تبدا الام تبكي تبدا تقول لك انا ما كانش عندي علم. هو لما كان يجيب لها الشيكولان فرنسا كان مليح, كي كان يجيب الشيكولان فرنسا ويدخل للدار وتفتحوا له الباب ويقعد مع البنات كان مليح, كنتوا فرحانين. واش كنتوا تسناو؟ الام نعم, انت 4 شهور كانت معاه ما كنتيش على بالك, كنت غايبه كام. انا سبتها هو راه يسمع الحقه اللي صارت لي, هم سرقوني هم حقروني هم سبونا هم طيحونا, يا هذا واش درتو كتافي نكذب عليك؟ كاين ربي بنتي وبنتك وما ما بديتهالوش وما دهوش واسا, انا ملي كنت عارفه ما قرت ليش لا حنونه امام ربي ونقول لها في وجهها, لو كان قرت لي لا كما قال هذاك هذاك الوقت نجري ما قرت لي امام ربي, لو كان انا كيف انا نعطي له بنتي؟ طفرت حكات لك كي طفرت. هذا درس لكل البنات, ما ديروش علاقات وراء الوالدين, فوالا هذه اللي يصلح لها الدنيا والاخره. الوالدين لازم تبلغوا لاماكم وما تسالينيش يا اخواتي, راني في كومراتي راسي للقبله. واش تقولي الامهات لما يشوفوا فينا عندهم بناتهم كيما توسويس؟ الحاجه محبوبه كانت تقول لك واش نحب وما تسالينيش, نقول لك هكذا جامي جامي كانت تبلغ لك واش يوقع جامي. والو والو عاقله عاقله شاده فمها امام ربي, ما نتبلغ تقرا ما شاء الله تقرا يعني بصح ما قرت ليش. وفي الختام هذيك اللي حكيت عليها سيدتي يا عزيز, وفي الختام انت واش تقولي؟ هكذا نموت وما نسمح لهاش, نقولها امام ربي انا خرج دوك تخرج عمري ما نسمح لهاش, حتى ضيعت لي سماك كما كاع قيمتي لي كانت اللي مو لحقتني وين لحقتني العداله والاولى والثانيه والثالثه مع خاوتها وبعد ما يدخل يخبط الباب خوها ذوك اللي كان يشوفني يهبط راسه كلمه بكلمه, جينا صباح واش دار لي بالعيف امك بالعيني, كان وليدي قدرني ولا ما يقدرنيش يكذب عليك, ولي يقول لي وليدي ياهو هنا ويسقسي عليه في الدوال ما شاء الله, العقل 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 عطاه ربي وخليه ربي هكذا. واش تقول حاجه محقوره لكاع الناس اللي يشوفوا فيها وخاصه الامهات واللي عندهم بناتهم هكذا كيما امينه؟ يعسوا يعسوا روحهم ما كاش كونفيونس ما يديروش كونفيونس خلاص. واش تقولي في كلمتك الاخيره سيدتي؟ واش تطلبي اليوم؟ قلنا ختام العدد تاعنا, واش تطلبي؟ نطلب ربي يخلصوا في الدنيا وما يسمحلوش ما يسمحلوش. هاي الكاميرا هنا ربما وجهي نداءك. دقيقه النهار كما قال طالع التاليه ما يسمحلوش, خاطر كل دمعه على رقبته, كل دمعه كل الضرب اللي تاخذه كل ما كما قال الرخص والذل على رقبتي هكذا. بس كنت في لكي تكون عزبة وبيني أكيد تفهميني أخت وما نقدرش نقولها قدام الجمهور أكيد فهم, أنا ما أقول لك أنت ما تخفى لك صحيح, هذا كيفاش نقولها لك ما نقدرش إن شاء الله ربي يسلمك. هو راجل إن شاء الله هو راجل سي نورمال, وأخته في داري وقعت علينا خويا راجل يدخل حبس جوم أنفو وعندها هي 4 أولاد إن شاء الله, هي قالت لك ما عنديش طفلة عندها 4 أولاد ويجيبوا العرايس وهذه الدنيا ما تعرفي كيف تنقلب. نعم هاي وصلت رسالتك إن شاء الله. أمينة واش تقولي بالدرجة الأولى لوالدي؟ قولها ما يسمحوا لي خاطرك ما نسمحش لي حتى تولي تساليني تغلطي, يغلط معك واحد تقولي لي يما شو لا لا تسالي يماك تحكي لي يماك سمح دنيا وآخرة في وجه العزاز راني قلتها لك قدامهم ما نركع لكش. الأخت أمينة تنوضي تسلمي على راسي يماك دوكا وتقول لها سامحيني, نوضي اطلبي منها السماح الحاجة سامحي لها اسمحي لها سماح. علاه ما تسمحيلهاش؟ البروده سيداتي وعلاش حاجه بالبروده هذه؟
هاي طفله صغيره مسكينه وليت الخاف تزيد تغلط ويد الخاف واسمك بين عزمه وبين ذوق الخير هي الحاجه في قلبها مسكينه تخاف تبين لها بالسمك خاصه وانه ما راهيش تقول لك يعني ما راهيش كيما كانت بكري تخاف على بنتك فوالا نروح لا رحت يا ربي ذوق وجاي قيام الليل انا ما تلعبينيش فيهم تهجد في اللي كنروح نصلي ذوق الخمم نخمم نمشي عليك انا نخمم نروح تراويح اقسم بالله ملي ندخل نصلي تراويح وانا يا ربي يغفر لي عيني بالي غير معاها هم قتلوها هم كش ما داروا لها هم ذبحوها حلفوا 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 والله يا ماما غير قتلنا هذيك تخش تخاوتها ايه تخش تطلب الباب نقتلوها ما نستعرفوش يا ماما انت وانت نكملوا لك معاها قالها لي في وجهي وليدي اي ولا ما قالهاليش قال لي والله ما ترديني أمينة خاوتك تاني كيشوفوا فيك أمي تقول لك أنك يقتلوك فاش تقول العقلي العزيز اسمح طلبيه من خاوتك ربما وش قلت يعذرني وليدي قول لي يا يما أنا راجل قلت وش اسكت ما تقولش هذه الهضرة كي طفل لا أنا راجل وما درتها لكش هذه كلمة شحال تسوى وصلي أمينة أولا لازم نفهموا بلي ماشي أمينة اللي دخلت هذا الراجل لداركم خاوتها لازم تكونوا صادقين بالكذب ما ينفعكمش خاوتها هما اللي دخلوا هذا الراجل للدار وخوها هو اللي يسمح له يتلاقى مع خواتاته وفتح له باب الدار وكي كان يجيب لك الشيكولا من فرنسا كنت فرحان به وكي كنت تليفوني له تقول له فلان حقاني ويجي هو يتعنطر على الناس كنتوا فرحانين به واش كنتوا تستناو يجي يعلمها التلاوه تخلى الدار يعلمها القران يعلمها السنه يعلمها توقيع الصلاه امينه واش تقول امينه قول خاوتي وبابا سمحوا لي ما كاش لكونفيونس دوكا في وانتي تان تسمحي لهم كي يدخلوا راجل للدار الاجنبي وامينه انت واش تقولي لنفسك واش تقول لامينه لانه ما لقيتي حتى واحد ربما داركم يهدوا فيك يضربوك اي تقول فيك انه يشتموك يحملوك الذنب واش تقولي ليك انت امينه كي تكون مع روحها واش تقول الان واش تقولي لامينه لا كاش واش قول ربي يخلصو ان شاء الله ندي حقي في الدنيا ولا ما تجيش في لهنايا ندي في الاخره واش تتمنى امينه كنت من قبل نتمنى هذا كنت نتمنى ما كاش كما يتحققش بدي انا كونفيونس في التام يقول ابوتي موتي تكون كاش تحبو دي انا كونفيونس فيه وتحبو العمر هو وباباع يعني أنا نحب نوجه ندائي للسادة المشاهدين يعني اللي يشوفونا دائما يتابعوا البرنامج على الانتظام نحن لا نتحدث عن فضيحة نحن نتحدث عن بيت ندخله لننقل أسراره نحن نتحدث عادة عندما يتعلق الأمر بأشخاص يفلتون من العقاب يعني نعود نقولها لما يتعلق الأمر بأشخاص يفلتون من العقاب نحن لا نقبل إطلاقا أن يحدث هذا لأن هذا فيه مساس بمصداقية القضاء في مصداقية القانون في بمصداقية الدولة أصلا يعني وجود الدولة أصلا لما يكون في أشخاص يفلتون من العقاب خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا تمس بشرف مجتمع شكله مسلم يعني أنا 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 مؤخرا قريت بأن الجزائر من أكبر الدول تدينا في العالم الإسلامي ولكن الفساد كثير في هذا المجتمع لما نقول فساد بمعناه الأخلاقي بمعناه المخالف للدين بمعناها معنى المبادئ بمعنى كثير من الأمور اللي متفق عليها هذا المجتمع وهي كمقدسات لذلك نحن نرفض الحديث عن فضائح ولكن نقبل الحديث عندما يتعلق الأمر بجر أشخاص للمثول أمام القضاء خاصة إذا كانوا أشخاص تحت أي ظرف يعني كان شخص يدعي سلطة مال كان شخص يدعي سلطة السلطة وأشخاص آخرون يدعون سلطات أخرى ولكن لا يمكن إطلاقا السكوت على هذا الإفلاس. كلمتي الأخيرة نذكر هذا الرجل اللي حقر هذه العائلة حقرتهم بكيتهم وسيت الدموع تاع أم وأب نذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين وراك هربت ودرت أوراق وراك تقول كاين واحد يشبه لك والله لا ينفعك ذلك ينفعك أن تتوب وتستغفر وتندم وتجي لهذا العائلة تطلب السماح قبل كل شيء ومن بعد تشوف وش كاين أمور قانونية صلحها ونقي روحك وقضي حياتك تبكي على نفسك وتستغفر لعل الله يغفر لك إذا لم تفعل هذا
اشفى دائما كاين دعوه شرع الى سقط لك في الجبين والله ما كهرب منها حسبنا الله ونعم الوكيل. شيخ نشكركم كثير الحجه يعطيكم الصحه ربي يحفظكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مام في السيدي هضر كلمه كي جاي يحلل فيا يطلب السماح قال لك انا جيت نخدعكم قال لي مون كورونيل مون كورونيل جيب واحد مهبو مافيا يقول بلي انا لعبت بها صح ما بغيتش انا بغيتها نربيها على يدي يا عمي الحاج هاي مسجله في السيدي وسمعوها كاع بعد حتى البوستيله التصويره وبعثت له داوني رحت للشركة داوني وراوني وين نبعث ما ردوني والو يعني نعم كي كان يجي لدارك وتدخلوه يتلاقى بها في خلوه جامي كان هكذا تلاقاو العائله كلها العائله ها تقول لك ها ملي يجي نعم. قدامي انا نبكي له خدعوا حقروني سرقوني هو غير يضحك خاتي الحاجه نحب الكوسه تاعك كاكا يضحك نعم. بالدموع شكرا نشكرك حسبنا الله ونعم الوكيل شكرا جزيلا الحاج هذه كي تدفي لا كوفيوز جوستو ما كاينش شكرا كثير يعطيك الصحه مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ان شاء الله شكرا خالتي نعم شكرا توجور جنبي وجنبه نعم ونقول صلي صلي ولي يضحك غير يضحك صلي يا فريد وهكذا وانت يكتفي وانت فرحانه به شكرا يعطيك الصحه هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.